الآن باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد، أمين. الحلقة 35 من برنامج إيماننا الأقدس، وعنوان حلقتنا الكنيسة مقدسة. تقريبا ده موضوع كتير الحلقات بتاعتنا، عشان احنا الكلام بتاعنا كله عن الله والكنيسة والإيمان، ونفسنا نعيش الكنيسة زي ما ربنا أراد ليها أن تكون وأراد لينا أن احنا نحيا فيها ونتمتع بها. وحبينا نركز بالأكثر النهاردة على الموضوع ده عشان عندنا مناسبتين. المناسبة الثانية هنبدأ بيها، وهي عيد جلوس قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني. ده العيد السابع لجلوس سيدنا على كرسي ماري مرقس، وبنهني سيدنا بالعيد وبنتمنى للكنيسة كلها الخير والبركة في هذا العام الثامن، ونشوف بعض لقطات من يوم جلوس سيدنا سنة 2012 يوم 18 نوفمبر. وأشكر الرب لأن هذا هو باب الرب وفيه يدخل الأبرار. أشكرك يا رب لأنك استجبت لي وكنت لي منقذا ومخلصا. ملك الرب واتشح بالبهاء، لبس القدرة وتجمل بها. الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور، آمين. على رأسي تاجا من حجر كريم وحياة صالحة. سألت فأعطاني كل حين. جانب برأيك يسقس ونسقن إغنان، آمين. أجلسنا كان على الكرسي الرسولي، كرسي القديس ماري مرقس الإنجيلي، إفزماروت إنجاب يا ابن المايسواب إمبراكليطو. بنقول لسيدنا كل سنة وقداستك طيب والكنيسة كلها بخير وبركة، والفرحة الكبيرة اللي الشعب استقبل بيها قداسة البابا يوم جلوسه بتعبر عن رجاء وتطلعات كلها أمال مقدسة إنه الكنيسة تستمر في نموها
زي ما استلموها الآباء البطاركة لغاية تنيح البابا شنودة، يكمل البابا تغدرس هذا الجهاد وهذا المجد ويكتب تاريخ الكنيسة بكل طهارة وبكل عدل وبكل بر وبكل قدس. المناسبة الأولى هي عيد جلوس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، اللي النهاردة المناسبة بتاعته اللي هو يوم 14 نوفمبر. وعايزين نبدأ بالجنازة بتاعت البابا شنودة عشان نربط الشعب ومحبة الشعب للراعي، وهي بتلتف حول الراعي من يوم تنصيبه وفي مناسبات حياته وفي وجوده في وسطهم لغاية اللحظة اللي حضراتكم شايفينها دي. ده اليوم اللي أذيع فيه مساء خبر نياحة البابا شنودة، اتجمعت الجماهير كلها حوالين الكاتدرائية. وطبعا تذكروا بقى كلكم الفترة بتاعت التجنيز ولحظة الوداع والجثمان وهو على الكرسي، ودي صورة جميلة لكنيستنا اللي شعبها بيحب أبائها ووفي ليهم ومخلص ليهم. وشايفين قد إيه التأثر وقد إيه الحزن وقد إيه المحبة بتاعة الشعب. وسيدنا أنبا بخوميوس بيلقي العزة، كانت أيام يعني ما حدش نسيها ولا هتتنسي في تاريخ الكنيسة. وهكذا الأيام. البابا شنودة الحقيقة قدم كتير للكنيسة طول مدة حبريته اللي قعد فيها على الكرسي المرقسي. ونبدأ من الحتة دي الكلام عن الكنيسة. المسيح له المجد في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول آية 51، قال لهم: الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. الحق الحق أقول لكم، من الآن ترون السماوات مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. السماء مفتوحة والملائكة طالعين ونازلين على ابن الإنسان. لو عايزين نفهم الحكاية دي أكتر، تعالوا نروح لسفر التكوين إصحاح 28. بيتكلم عن إيه؟ خرج يعقوب، أبونا يعقوب أبو الآباء، خرج من بئر سبع وذهب نحو حاران، وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت، وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاتجع في ذلك المكان ورأى حلما، وإذا سلم منصوب على الأرض ورأسها يمس السماء، واصلة من الأرض للسماء،
وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها. أدي نفس الكلمة اللي قالها ربنا له المجد هنا، يقول من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. بس هنا ما قالش أنه طالعين ونازلين على ابن الإنسان، ده هنا بيقول طالعين ونازلين على السلم. إذن السلم هو ابن الإنسان، هو ربنا له المجد، هو المسيح له المجد. هو قال أنا هو، فهو الطريق اللي من الأرض للسماء، هو الطريق اللي بيربطنا بالآب. والملائكة طالعين ونازلين عليه والسماء مفتوحة، يعني خلاص إحنا عايشين كنيسة متصلة ما فيهاش أرض وسماء، هي حاجة واحدة كلها. ربنا موجود هنا وموجود هنا، وإحنا موجودين معاه هنا على الأرض وبعدين موجودين معاه في السماء. وهوذا الرب واقف عليها على فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق، الأرض التي أنت متجع عليها أعطيها لك ولنسلك، ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا، ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض، الشرق والغرب والشمال والجنوب الصليب وفيها البركة، يتبارك فيك جميع قبائل الأرض. وها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. فاستيقظ من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم. ربنا هنا وأنا ما كنتش عارف. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان، كنيسة، ما أرهب هذا المكان. يعقوب لما فهم إن دي كنيسة خاف، لما عرف إن ربنا في الحتة دي خاف، لما عرف إن الأرض دي ربنا موجود عليها واقف عليها خاف، وقال ما أرهب هذا المكان. الكنيسة مقدسة، ما أرهب هذا المكان. مش هقول لو كل فرح داخلين نحضره في الكنيسة نقول ما أرهب هذا المكان، هقول لو كل قداس داخلين نحضره قلنا ما أرهب هذا المكان، لو كل عشية داخلين نحضرها قلنا ما أرهب هذا المكان، لو كل واحد فينا وهو داخل الكنيسة في أي وقت بيقول أنا خائف، الله هنا وأنا لم أعلم، ما أرهب هذا المكان. عشان كده وإحنا داخلين الكنيسة دايماً الكنيسة بتعلمنا نقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك، أنا داخل بكثرة رحمتك، مش داخل بشطرتي ومش داخل بجسارة، أنا داخل بكثرة رحمتك. وأبونا لما يجي يفتح الستر يقول إليسوني ماس، ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أنا بفتح ستر الهيكل برحمتك يا رب، مش بشطارتنا ولا بقوتنا ولا بتقوانا، لكن بكثرة رحمتك. فيقول ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. المسيح له المجد قال أنا هو الباب وقال أنا هو الطريق. وهنا أبونا يعقوب أبو الآباء بيأكد على الحكاية دي، ما هذا إلا بيت الله. عرفت إزاي إن هو بيت؟ مش الله والناس، الله يسكن مع الناس، هو يكون لهم إلها وهم يكونون له شعبا، يبقى بيت ربنا. أيوة بس بيت ربنا فين؟ دي أرض مفتوحة للرب الأرض وملؤها. ومنين ما يوجد الله تحل القداسة؟ فيقول لموسى اخلعنا عليك لأن الأرض التي أنت واقف عليها أرض مقدسة. فما أرهب هذا المكان، الرب هنا وأنا لم أعلم. فخاف قال ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسه
ودع اسم ذلك المكان بيت إيل. عمود وصب زيت على رأسه ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل. أدي التدشين وأدي التقديس وأدي اللي احنا في الكنيسة النهاردة. لما يتبني مبنى جديد ويجي سيدنا عشان يدشن هذا المبنى بيعمل نفس الحكاية، يصلي ويصب زيت ويقدس هذا المكان فيصبح كنيسة مقدسة. هذه الكنيسة المقدسة يليق بها القداسة. ببيتك تليق القداسة يا رب، مش الهيصة، مش الشقاوة، ومش التنطيط، والقداسة، لأن الكنيسة مقدسة يليق بها الحشمة لأنها مقدسة. ألا أنا خايف؟ ما أرهب هذا المكان؟ مكان ليه رهبة، فالواحد بيتحشم فيه، بيهدى فيه، بينتبه فيه. ما أرهب هكذا. وبالرغم من أنه الكنيسة هي مستشفى للمرضى وللخطاة، إلا أنها مستشفى للمرضى الذين يبحثون عن الشفاء، ومكان للخطاة الذين يسعون إلى التوبة. لكن مش اللي داخل يبرطع، أو مش اللي داخل يكسر في النظام بتاعها، اللي مش اللي داخل يدهوس على وصية ربنا فيها. لا، ما احنا شفنا الكنيسة من يعني بداية عصرها بيعملوا مجامع، واللي بيخالف بيطردوه بره ويتقطع من الكنيسة ويتحرم من الكنيسة. ليه؟ لأنه الكنيسة مقدسة، ضعيف وبتجاهد فيها من أجل الخلاص ومن أجل التوبة ومن أجل غفران الخطايا. أهلا وسهلا، تعال والكنيسة تساعدك، والأسرار تغذيك، والروح يعمل فيك ويبكتك على الخطية وعلى كل حاجة، وياخد بإيدك وينظفك وتبقى قديس. لكن واحد هيبوظ الإيمان، واحد هيغير التعليم، واحد هيكسر الوصايا، الكنيسة على طول تنتبه وتقول العضو ده لازم ياخد باله، يا إما يندمج معانا في الجسد ويلتزم بقداسة الجسد، يا إما يقطع. نفس اللي احنا بنصليه في القداس، نقول ايه؟ نقول عندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. الإنسان اتطرد لما خالف وصية ربنا، وكانت جنة عدن هي أول كنيسة، وربنا كان حاطط شرط القداسة في وصية، تحفظ هذه الوصية تحفظ حياتك في الله فتحفظ قداستك، تخالف هذه الوصية تفصل نفسك عن الله فتتدنس. هو ده الدنس، الانفصال عن الله والغربة عن الله. فده اللي حصل، نفينا من فردوس النعيم. ليه؟ عشان الجنة مقدسة. عايز تعيش، حافظ على قداستك. تعالوا نروح لرسالة معلمنا بولس الرسول لأفسس، وقريناها قبل كده كذا مرة، نقراها تاني. أفسس 5 من آية 22: أيها النساء
اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. الرابطة هي الرجل والمرأة في جهة، والمسيح والكنيسة في جهة أخرى. بيشبه الرجل دايما بالمسيح، ويشبه المرأة دايما بالكنيسة. النساء بيقول اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، يعني بيشرح علاقة الخضوع. إيه العلاقة دي؟ بيقول علاقة الجسد للرأس، الجسد بيخضع للرأس، مش كأنه الرأس بتتسلط على الجسد، لا، هما الاتنين دلوقتي أصبحوا جسد واحد. الجسد مش هيعرف يمشي من غير الرأس، والرأس هي كمان مش هتعرف تمشي من غير الجسد، فخلاص بقوا الاتنين متحدين مع بعض، وأصبحوا الاتنين كيان واحد، يصير الاثنان جسد واحدا. هي دي. يقول كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، يعني هو الرأس، رأس الكنيسة، وهو مخلص الجسد. الجسد اللي هو إيه؟ اللي هو الكنيسة. يعني هو مش رأس الكنيسة يعني بيتسلط عليها، يعني بيستعبدها، لا، ده هو رأسها عشان يخلصها، أدي العلاقة. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء، عشان هي دي العلاقة. الجسد بيخضع للرأس في كل شيء، عشان هو جسد واحد، والجسد ما ينفعش يبقى من غير رأس، والرأس مش بتتسلط على الجسد، لكن هي رأسه عشان تخلصه. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. علاقة مقدسة، فش أي كلام عن نجاسة، علاقة مقدسة. الكنيسة مقدسة، والكنيسة مش الحيطان فقط، لا، الحيطان والبني أدمين اللي فيه. يوم كنيسة العذراء إمبابة ما اتحرقت، أبونا سربامون عبده وقف يقول للناس الكنيسة أنتم تزعلانين عشان حرقوا الحيطان بتاعت الكنيسة، قال لهم تزعلوش، الحيطان تتبني تاني، لكن أنتوا الكنيسة. فهنا بيقول لنا نفس الكلام، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجله. نقول تاني وتالت وعاشر، لو هي دي العلاقة اللي بين الزوج وزوجته، مش هيبقى عندنا مشاكل زوجية ولا أحوال شخصية ولا قضايا انفصال وطلاق ولا أي حاجة. لو هي دي العلاقة، زي ما المسيح حب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. ليه بقى؟ لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. وده بيتعمل حرفيا في تدشين الكنيسة، سيدنا بيغسل حيطان الكنيسة بالمية، وهم قاعدين طول الليل يقروا في الكتاب المقدس عهد قديم وجديد من كل حتة، عشان يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. أنهي كنيسة؟ أيوة الكنيسة، والبيت المسيحي هو كمان كنيسة. أيوة هو ده البيت المسيحي، الزوج وزوجته، الرجل والمرأة، الأب والأم والأولاد. ربنا عايزهم كنيسة مجيدة لا دنس فيها، يعني ملتصقين بالله، يقول له أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، أما أنا وأهل بيتي نعبد الله. كنيسة مقدسة ما فيهاش دنس، ما فيهاش حد بعيد عن ربنا، ما فيهاش حد منفصل عن ربنا، ما فيهاش حد عايش لشهواته، ما فيهاش عايز يمشي رأيه ولا يمشي فكره بأي طريقة على أخوه أو على شريكه أو على بقية البيت.
لا، الكل ماشي بفكر ربنا، الكل ماشي بفكر مقدس، لأنها كنيسة مجيدة لا دنس فيها، وتفضل طول عمرها شباب لا غضن، يعني فيش كراميش في جلدها ولا في وشها، شباب طول عمرها، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. ما جسد واحد، جسد واحد، فالراس بتحب الجسم والجسم بيحب الراس، عشان هما الاتنين جسد واحد، كل واحد خايف على نفسه، يجي حاجة تخبط الراس تلاقي الإيد طلعت تحميه. يا عم ما تخليك في نفسك. أيوة، ما هي دي نفسي. طب احمي القلب ولا احمي الست؟ طب لو الراس طارت ايه اللي يجرى؟ هو كل واحد، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. من هو الرجل الذي يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته؟ العريس اللي بيترك العروس، قصدي بيترك أباه وأمه عشان يلتصق بالعروس. طب ومن هو العريس ومن هو العروس، أو من هي العروس؟ كل رجل وكل امرأة بيتجوزوا، ماشي، مقبولة قوي زي الفل ومظبوطة، وهي مكتوبة لكده. بس تعالوا خدوها بقى من نحو المسيح والكنيسة. المسيح هو الرجل الذي قيل من أجله طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة المنافقين وفي طريق الخطاه لم يقف. هو ده اللي على الصليب قال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هو ده اللي قال لأمه: يا يوحنا هوذا أمك. هو ده اللي انفصل، مش انفصل يعني ترك من أباه أو ترك أباه وأمه عشان يلتصق بامرأته اللي هي الكنيسة، ويكون الاثنان جسدا واحدا. فالكنيسة هي جسد المسيح، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. شايفين؟ هذا السر عظيم، سر الزيجة. ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، سر المسيح والكنيسة سر عظيم. هو ده اللي خلى سر الإكليل سر عظيم، لأنه على مثال المسيح والكنيسة، بنفس الطريقة بتاعة المسيح والكنيسة. وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. شوفوا الكنيسة جميلة ازاي ومقدسة، وربنا عايزها ازاي. كنيسة البيت والكنيسة بتاعتنا والهيكل المقدس، مدارس الأحد، ربنا عايز الحياة كلها حياة مقدسة بهذا الشكل. تعالوا نروح شوية مع البابا شنودة، نشوف وقت التجليس بتاعه يوم 14 نوفمبر، وبعدين نرجع نكمل كلامنا. تفضل. ندعوك يا أم شنودة، بابا وبطريرك وسيد الكرازة المرقصية، إذ مرات جاءتك من جميل الجيزة كريستوس بن شويس. آمين. تسلم تكليب رئاسة الكهنوت لشيرة وزمنا السالمة هادئة مديدة. كهنتك يا رب يلبسون العدل. تبارك الله الذي سكب من نعمته على كهنته مثل الدهن على الرأس
الذي ينزل على اللحية لحية هارون النازل على جب قميصه مثل ندى حرمون كل حين. تبارك الله الذي من فتح بالقوة وجعل طرقي بلا عيب كل حين. يمينك يا رب ممجدة بالقوة، يدك اليمنى يا رب سحقت الأعداء. يداك صنعتني وجبلتني، فهمني فاتعلم وصاياك. فقلت سيفك على فخذك أيها الجبار بحسنك وجمالك. فابتهج راب ويبتهج قلبي بالله مخلصي. ملك الرب واتسع بي بالباء، لبس الخضرة تجمل بها، وضع على رأسي تاجا من عجل كريم، وحيا الصالح سألت فأعطاني كل نعيم. الآن وكل أوان وإلى دار الدهور. فسلم عسى الرعاية من يد الرعاة الأعظم يسوع المسيح ابن الله الحي الدائم إلى الأبد. على القرص الرسول الإنجيلي مرقس. أجلسنا أنبا سيودة بابا وبطريركا على الكرازة المرقسية قرص القديس مرقس الإنجيلي وزمر أوزن كادي نظم الثواب إن بركليط الأمين. خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب، وأنا أضع نفسي عن الخراب تكون رعية واحدة لراعي واحد. خمسة واربعين سنة فرق في التوقيت بين قداسة البابا شنودة وقداسة البابا تبادرس، وبين فرق في كل حاجة، الصورة، الطريقة والترتيب والنظام. فشوفوا الكنيسة بتسلم ازاي وبتنمو ازاي. في سفر الأمثال إصحاح 6 من آية 20 كنا قرينا قبل كده، وهو بيقول: يا ابني احفظ وصايا أبيك ولا تترك شريعة أمك، اربطها على قلبك دائما، قلد بها عنقك، إذا ذهبت تهديك، إذا نمت تحرسك، استيقظت فهي تحدثك، لأن الوصية مصباح والشريعة نور وتوبيخات الأدب طريق الحياة. من جميع شجر الجنة تأكل ما عدا هذه الشجرة، تسمع الكلام ولا ما تسمعش؟ إن تسمع الكلام تحيا في القداسة، تعيش وتتمتع بفردوس النعيم. لو هتكسر الوصية وتخالف هتطرد وهتخسر الفرح وهتخسر
وحتخسر الفردوس، هتخسر الراحة اللي انت فيها، وحتخسر البركة، مش حينولك إلا اللعنة والموت. بيقول في العدد اللي بعده 24: لحفظك من المرأة الشريرة من ملق لسان الأجنبية. شوف الوصية هتحميك من إيه وتحافظ عليك من إيه. الكنيسة مقدسة، لو هنمشي في نور الكنيسة وفي الكنيسة، لو هنمشي في سكة الكنيسة هنتخلص من المرأة الشريرة ومن ملق لسان الأجنبية. الكلام الغريب اللي عمال يزن على ودننا وعلى ودان ولادنا، ليه بنتأثر بيه؟ عشان احنا بعدين عن قداسة الكنيسة، بعدين عن وصيتها، احنا ماشيين بدماغنا. فالنتيجة ايه؟ ايه ده؟ ده الشجرة جميلة، اول مرة ناخد بالنا ان هي بهجة كده للعيون، مش هي للأكل وللنظر. ايه اللي خلاها حليت في عينك عشان سبت الوصية؟ عشان ما اهتمتش بالقداسة، عشان استهترت واستهونت. لا تشتهين جمالها بقلبك، ولا تأخذها ولا تأخذك بهدبها. شهوة في القلب. طب وليه لا؟ طب بس اصل جميلة، احنا هنفضل طول عمرنا كده؟ طب ما هم برضو عندهم حاجات تانية حلوة، طب ايه المانع ان احنا ناخد هنا وناخد هنا؟ لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز. شايفين؟ وشوفوا كلمة زانية دي تيجي بمعنيين، إما زنا الجسد وإما زنا الروح. زنا الجسد يعني واحد يترك امرأته ويروح لامرأة غريبة، أو زنا الروح إن واحد يترك إلهه ويروح لصنم يعبده. فيقوله بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، يعني هتبعد بأي طريقة هتفتقر إلى رغيف الخبز، هتخرج بعرق جبينك تأكل خبزك. شايفين الكلام كله راكب مع بعض ازاي؟ وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكريمة. نفسك كريمة، انت ابن ربنا، انت مولود في كنيسة مقدسة، مولود من معمودية مقدسة، بترضع أسرار مقدسة، تتغذى على غذاء مقدس، تتعلم تعاليم مقدسة، بتتربى على وصية مقدسة، آبائك آباء مقدسين، كل حاجة حواليك مقدسة، أيقونات مقدسة، لغة مقدسة، ريحة مقدسة، طقوس مقدسة، ملابس مقدسة، المكان نفسه مقدس، كل حاجة مقدسة. النفس الكريمة اللي انت أخدتها في المعمودية وأصبحت بالمعمودية هيكل الله وروح الله ساكن فيك، خد بالك انه امرأة رجل آخر ممكن تقتنسها. الشيطان يزق عليك مراته، يزق عليك ألاعيبه، يزق عليك حيله، يزق عليك إغراءاته. وبعدين الناس تقول لا مش هيحصل، ما تخافوش، فتبدأ الحكاية بسيطة تنتهي إلى إنك تسمع وتلاقي كل شوية عمالين يبعتولنا فيديوهات وأخبار، يقول لك الحق الكنيسة الفلانية
بتجوز اتنين رجالة مع بعض وبتجوز اتنين ستات مع بعض. ايه ده؟ ايه ده؟ ازاي؟ جو الكنيسة وواحد واقف مفترض انه في كنيسته كاهن بلبس كهنوت، ازاي حصل ده؟ ازاي ووصلت لكده؟ ازاي؟ فين القداسة؟ اهو بيقول النفس الكريمة تقتنصها امرأة رجل اخر. عشان انت ما صدقتنيش لما قلت لك لو لعبت بالنار هتحرقك، اهو أيأخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ انت بتكبر ليه؟ قبل الكسر الكبرياء، هتتكبر هتتكسر، هتلعب بالنار هتحرقك. أيأخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ أو يمشي إنسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه؟ الكنيسة مقدسة، اللي عايز يكسر فيها كل شوية، عايز يكسر في حاجة فيها، خلي بالك إنه القداسة بتاعت الكنيسة هي اللي حمياك. خلي بالك إنه قداسة الوصية هي اللي حمياك. أنت شايفها صعبة؟ شايفها تقيلة؟ طب ما نرجع للآيتين الأولانيين، بيقول لك الوصية مصباح، شريعة نور، وتوبيخات الأدب طريق الحياة. بيقول لك معلش الوصية دي اربطها على قلبك وقلد بها عنقك، كتفتك ولا استتقلتها ولا يهمك، لأنك إذا ذهبت تهديك، هي دي اللي هتوريك السك منين ما تروح، هي دي اللي هتهديك. فبقى كل موضع مقدس بإيه؟ بالقداسة اللي انت فيها. ما انت هيكل الله وروح الله ساكن فيه، بتصلي في كل حتة، فالبيت بقى مقدس والشارع مقدس والميكروباص بقى مقدس والتوك توك بقى مقدس، كل حتة بقت مقدسة بيك عشان انت عايش القداسة. هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا. شوفوا بقى الآية اللي جاية دي، لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. يعني حتى لو هتتحجج وتطلع لنا 100 سبب برضو لا، حتى لو تقول معلش يا جماعة ده أنا سرقت عشان كنت جعان اعذروني، هنقول لك برضو لا. لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. في وصية ما تكسرهاش مهما حصل، هتطلع لها سبب وهتطلع لها حجة. طيب اهو بص بقى، السارق ده اللي فاكر نفسه هيتحجج لو قال اصل كنت جعان وبشبع نفسي، ان وجد يرد 7 أضعاف، هندفعه 7 أضعاف، هيقعد يعيط ويقول جعان وكنت ادفع 7 أضعاف، انت حرامي ادفع، يقول اصل كنت باكل نفسي ادفع 7 أضعاف يا حرامي، مش هيتعتق. ويعطي كل قنية بيته حتى الفلس الاخير، بيقولوا كده حتى يوفي الفلس الاخير. اما الزاني بامرأة فعديم العقل، اللي يسيب الوصية ويروح ولا حاجة تانية يبقى عديم العقل، اللي يسيب ربنا ويمشي ورا حد تاني يبقى عديم العقل، اللي يسيب الكنيسة ويمشي ورا أي حاجة تانية يبقى عديم العقل. ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. شوفوا ازاي. تعالوا نشوف يشوع عخان ابن كرمي ايه اللي حصل. ربنا قال له المدينة كلها تكون محرمة للرب، أريحة تخشوا وتلفوا حواليها، تاخدوا البلد محدش يمد إيده على حاجة، ما تاخدوش منها حاجة أبدا، وقال له كل حاجة احرقوها بالنار ما تاخدوش حاجة منها، سيبوا بس رحاب الزانية وبيت أبيها وكل مالها. عملوا كده، ويشوع حلف في نهاية الإصحاح السادس، حلف يشوع في ذلك الوقت قائلا ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة.
ملعون اللي يقوم ويبني أريحة. المرأة الزانية اللي عايزة تخطف ولادي مني ملعون اللي يبنيها تاني. ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. اللي يميل شعبي للخطية ببكره يؤسس مملكته، فاكر انه حيبني بناء ده انا اللي هديته، انا اللي هزمت الخطية، انا اللي دست الشيطان، انا اللي سحقت الموت. اللي عايز يبني المملكة دي تاني ببكره يؤسسها وبصغيره ينصب أبوابها. خاف يعقوب وقال ما أرهب هذا المكان. في خوف وفي مهابة، الشماس كل يوم يصرخ فينا قفوا بخوف أمام الله، اسجدوا لله بخوف ورعدة. فين المهابة بتاعتنا؟ فين المخافة بتاعت ربنا اللي في قلوبنا؟ المخافة بتاعت بيت ربنا اللي في حياتنا؟ المخافة بتاعت الوصية؟ المخافة بتاعت يومنا؟ المخافة مش هنعيش مرعوبين، لا، لكن هنعمل حساب كل حاجة، نبقى عاقلين، نحسب حساب النفقة. هو أنا بعد ما أشقى في الدنيا دي أطلع في الآخر ما لقيش حاجة قدامي؟ لا، خليك تاجر شاطر، تاجر. احنا مش هنعيش حياتنا عبيد تحت نير عبودية خايفين ومرعوبين من الموت، لا، احنا واثقين في محبة إلهنا، واثقين في نور الوصية، واثقين في ان الملائكة الطريق، واثقين ان هو اللي الملائكة صاعدين ونازلين عليه، هو ده اللي احنا كل صلوة بنختمها ونقول بالمسيح يسوع ربنا، نقول بالنعمة والرأفات ومحبة البشر التي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هي دي اللي احنا متكلين عليه. كرحمتك يا رب وليس كخطايانا، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد في هيكل قدسك بمخافتك. أنا متكل عليك، مش متكل على بري ولا متكل على شطارتي. خايف ومرعوب وقاعد دافن الوزنة بتاعتي في التراب أقول لأنك ظالم وبتحصد من حيث لم تزرع، لا، لكن في مخافة في قلوبنا، في احترام لربنا وللوصية وللكنيسة. يقول وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام فأخذ عخان بن كرمي. شوفوا، خانة حسبها خيانة. ليه يا رب حسبتها خيانة؟ قال مش في بيننا وبين بعض عهد؟ أنا قلت لكم أنا هتعهد بيكم، متخدش منهم حاجة، اوعى تقبل عطية من إبليس السم فيها، اوعى تجري وراء إغراء زانية، خد من إيدي، أنا بمدلك إيدي بالبركة. لو حد تاني بيقولك البركة هي، اوعى تصدق حد. في بيني وبينك عهد، قال وخان بنو إسرائيل خيانة في الحرام فأخذ عخان ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا من الحرام فحمي غضب الرب على بني إسرائيل ونفينا من فردوس النعيم. هي دي النتيجة، في عقوبة، في حساب، في حكم. خان بنو إسرائيل خيانة في الحرام. ليه عخان عمل إيه؟ سرق. طب ليه عخان سرقت؟ قال لقيتهم حلوين وخدت. شوف في آية 10، قال الرب ليشوع قم. يشوع قاعد يعيط ويقول ربنا يا رب ليه عملت فينا كده بس، هزقتنا ليه في وسط الناس؟ قال له لماذا أنت ساقط على وجهك؟ قد أخطأ إسرائيل بل تعدوا عهدي الذي أمرتهم به. أنت زعلان مني أنا ليه؟ إسرائيل غلط، تعدوا عهدي، خانوني، أخذوا من الحرام، بل سرقوا، بل أنكروا، بل وضعوا في أمتعتهم. أقول لك إيه تاني؟ أطلع لك الحرامي؟ أجيب لك السرقة بتاعته؟ طب وقفهم هناك وأنا أشاور لك على الحرامي.
وبكر يشوع في الغد وقدم إسرائيل في آية 16. فأخذ سبط يهوذا، ثم قدم قبيلة يهوذا، فأخذت عشيرة الزارحيين، ثم قدم عشيرة الزارحيين برجالهم، فأخذ زبدي، فقدم بيته برجاله، فأخذ عخان ابن كرمي ابن زبدي ابن زارح من سبط يهوذا. شوفوا ربنا جايبه منين 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 منين، ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. أنا عارف كويس، أنا فاحص القلوب والكلى. أنت فاكر نفسك تضحك عليا عشان ملخوم أنا في الحرب ومش دريان؟ فاكسر الوصية ودي معدية، ما احنا واخدين بالنا من بقية الحاجات، ولا يهمك في دي، ما خلاص وقعت أريحة هياخد باله من لسان ذهب، ولا يا عم خد وخلص ادفن بس وخلاص، وما حدش خد باله، ما تنشرهاش على الفيسبوك ماشية كده. لا، ربنا جابه، بصوا ازاي. فقال يشوع لعخان، يا رب الله وقف قدام يشوع، فقال يشوع لعخان يا ابني. شوفوا الكهنوت، يا ابني أعطي الآن مجدا للرب إله إسرائيل واعترف له واخبرني. اللي احنا بنعمله في سر الاعتراف، اعترف أمام الله واخبرني. طب ما ينفعش اعترف لربنا بس، ربنا قال لي يا شوية الموضوع معايا، كان هجيبه لغاية عندك، زي ما عمل مع شاول الترسوس، بعته لك يا حنانيا انت تعمده. في كهنوت ربنا عايز يعمل كده. اعترف له واخبرني الآن ماذا عملت، لا تخفي عني. شوف خدوا بالكو، يشوع بيقول له ربنا هو كشف كل حاجة، ما تخبيش علي أنا بقى، وإلا هيعمل فيك نفس العملة، لا تخفي عني. فأجاب عخان يشوع وقال حقا إني قد أخطأت إلى الرب إله إسرائيل وصنعت كذا وكذا، رأيت في الغنيمة كذا وأخذت كذا الآخر. في آية 25 فقال يشوع كيف قدرتنا، يا ابني ده الأرض مقدسة، يا ابني ده فيه وصية، احنا عايشين في عهد، كيف قدرتنا، خطيتك جت علينا احنا بالوبا، ليه عملت فينا كده، احنا تهزمنا بسبب خطيتك، بسبب خيانتك، بسبب عينك الفارغة، بسبب طمعك، ليه عملت فينا كده، كيف قدرتنا، بص عملت فينا ايه. يكذب الرب في هذا اليوم، فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم، فرجع الرب عن حمو وغضبه. انت عينك زاغت على الخطية، طيب نصيب الخطية تاخده انت كمان، الزانية زغللت عينيك، نصيب الزانية تاخده. كنت جوه الفردوس ومبسوط، عجبتك غواية، اذهب الى النار المعدة لإبليس وجنوده. كنيسة مقدسة بس انخرجت براها، حكمت على نفسك بالموت. طب لو عايز تعيش في الحياة، امشي في طوع الوصية المقدسة، ما تحاولش تكسرها، امشي في الوصية المقدسة. المسيح له المجد لما دخل أورشليم الهيكل، كان بيقول لهم لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارة، كان يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى، بيتي أنا وبيت أبويا. جه في الآخر قال لهم إيه؟ هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. بيتي كان مقدس وكان للذبايح وكان للعبادة وكان للتقوى وكان لخلاص نفوسكم، كان نورا للأمم ومجدا لشعب إسرائيل، أنتوا حولتوه لإيه؟ لمغارة لصوص ولبس وأكل وشرب وعري ولعب وطيط وهيصة، واكسر وصية ربنا وجوز وطلق واخرب واعمل، ايه ده ليه كده؟ وصية مقدسة، كنيسة مقدسة، نعيش فيها القداسة دي لو عايزين بيت ربنا. لكن لو هنعمل كده ربنا يسحب نفسه ويقول خلاص بيتكم،
بس كده يلا بقى، يترك لكم خرابا لا يترك حجر على حجر، لكن بيتي أنا السماء والأرض تزولان حرف من كلامي لا يزول. لما جه سليمان داود يقول لربنا أنا عايز أبني لك الهيكل، قال له إيدك مليانة دم، لا 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 لا، سيب الحكاية دي لسليمان ابنك، وإنت يا داود ترمز للعهد القديم، سليمان العهد الجديد، أنت ترمز للحرب، هو يرمز لملك السلام، رئيس السلام، للمسيح له المجد. فأنا أقيم كنيسة العهد الجديد بدل العهد القديم. شوف ربنا عايزها مكان سلام، مش مكان خصام، ومش مكان حرب، ومش مكان مشاحنات، عايزها مكان سلام، مكان طاعة، في رأس وفي جسد، مش ميت رأس، عشان المركب اللي بميت رأس تغرق، لكن الجسد ليه رأس. كنيسة مقدسة. هنختم بحاجة فريحي كده للبابا شنودة، فتعالوا اسمعوا مع بعض نكتتين للبابا شنودة. زي واحد بيقول للتاني مدرتش مش فيه حمام، تعبان ضخم دخل في حجرة حماتك، قال له يستاهل. مرة طلبة كلية الطب خدوهم يزوروا مستشفى الأمراض العقلية، فعقد واحد يقول واقف يقول أنا رسول الله، وقعد يدعو الناس لقبول رسالته. بعد ما سمعوه سابوه لقوا راجل تاني يقولون هادي كده على الآخر، قالوا له ما كانش ليه تسمع كلام رسول الله؟ قال لهم ما تصدقوش، أنا لا أرسلت ولا حاجة. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية إن كان لنا عمر. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.